السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هنتكلم مع بعض عن تاني اسبوع، اول اسبوع لمواليد برج الثور، برج الثور. طبعا على القناه موجود التوقعات الشهريه وكمان السنويه لجميع الابراج. النهارده هنتكلم مع بعض عن مواليد برج الثور لاول اسبوع لشهر فبراير. تعالوا مع بعض بالتاروت هنقول اول اسبوع عندك ايه يا مواليد برج الثور، برج الثور. ما تنسوش طبعا تحطوا أمنية، تتمنوا أمنية وإن شاء الله بإذن الله تتحقق. ونقول أول أسبوع لمواليد برج الثور، إيه الأخبار عندك يا مواليد برج الثور؟ يا مواليد برج الثور، لا الثور حزين، الثور حزين، الثور الأسبوع ده هتكون حزين. طيب هنقول بسم الله، هنفسر الأخبار الحلوة الأول. الكوبة، أول حاجة الكوبة يا مواليد برج الثور. رقم واحد، القص ده حب حقيقي، علاقة هتنتهي بالزواج، شخص كويس هتتعرف عليه، ده بيدل ان عندك علاقة حب قوية او حاجة هتفرحك من ناحية الحب والعاطفة. رقم ستة، الكوبة، لقاء مع الحبيب، لقاء مع الحبيب، فرحة مع الحبيب، ارتباط مع الحبيب. 8، الكوبة، ده هنقول الاعتراف، الاعتراف بالحب من الاشارات القريبة منك. يعني انت في علاقة حب، يعني انا بقولك هتقابل الحب الحقيقي وهيبقى عندك لقاء مع الحبيب، وكمان هيبقى عندك اشارات كتيرة جدا تدل ان انت بتحب الشخص ده او الحب المتبادل ما بينكم. رقم 10، الكوبة، ده بيدل رغبة في وجود، انت بتعاني من فقدان الحبيب او بتعاني من قلة علاقة العاطفية عندك او بتعاني من اشياء تدل وجود الحبيب في حياتك، رغبة في وجود الحبيب. ان شاء الله بإذن الله هيكون عندك تجمع، عندك علاقة حب كويسة، ارتباط، خطوبة، فرحة ان شاء الله بإذن الله. وهنرجع نفسر الاخبار الحلوة تاني. طيب الديناري، تسعة، الديناري ده زي ما قلنا تبع الكوبة، حب حقيقي. تسعة، الديناري، حب حقيقي، يعني الورقتين دول بيدلوا على الحب الحقيقي عندك في حياتك يا مواليد برج الثور. عشرة، الديناري، عشرة الديناري، عندك صداقة في حياتك، علاقة مزيفة، عندك صديق مزيف، صديق مش كويس، إنسان، إنسانة مش كويسة أو إنسان مش كويس من ناحية الصداقة أو من ناحية العمل أو حد في العيلة، مش من ناحية الحب خالص. طيب هنقول السباتي، ورق الشجرة، ورق السباتي، هنقول الشايب حل مشكلة من وسط مشاكل، هنقول خبر سيء ممكن يكون سلبي أو إيجابي، عندك أفكار محتاجة منك تفكير عميق عشان تحلها، وضعك مش كويس يا مواليد برج الثور، عندك مشكلة هتعاني منها، عندك الوضع اللي انت فيه مش كويس خالص من ناحية المشاكل، يعني هيكون عندك مشكلة ممكن تضايقك شوية. طيب 8، السباتي، دي بتدل ان عندك اجتماع في العمل، عندك مال او اقدر اقول لك خسارة، ممكن هتخسر موضوع معين او هتخسر حاجة معينة، اقدر اقول لك هتحضر ممكن عزا، ممكن حاجة تضايقك وتزعلك وتألمك. ورق البستوني، واحد البستوني، ده بيدل ان عندك فراق وخيانة يا مواليد برج الثور.
وطبعا هنفسر الورقتين دول مع بعض. ستة البستوني ده بيدل اللقاء مع حد انت ما بتحبوش او رحلة بعيدة. طيب هنرجع نفسر الورق تاني علشان خاطر اللي ما يعرفش يعرف. واحد الكوبا ده بيدل على ان عندك حب حقيقي، عندك علاقة جديدة تنتهي بالزواج ان شاء الله بإذن الله. ستة الكوبا هنقول لقاء مع الحبيب، يعني عندك حب حقيقي ثم هينتقل الى لقاء ما بينكم مع بعض. تمانية الاعتراف بالحب، هيكون عندك يا موليد برج الثور، هيكون عندك اعتراف، هتحب وهيبقى عندك لقاء وهتعترفوا او هيبقى عندكم اشارات كثيرة جدا للاعتراف عندكم. رغبة في وجود الحبيب، رغبة في وجود الحبيب. دول واحد، الاثنين دول واحد، الديناري مع الكوبا علاقة حب قوية جدا، علاقة حب قوية جدا. عشرة الديناري زي ما قلت لك يا موليد برج الثور، عندك صديق هتخسره أو صديقة هتخسروه بسبب خيانة أو بسبب وضع مش كويس. رقم عشرة الديناري، علاقة مزيفة. او اقدر اقول لكم ان انتوا تحسنوا الاختيار وكمان تنهوا بالفراق، تنهوا العلاقة بالفراق. هنقول الشجرة، شايب الشجرة هنحل مشكلة، شايب الشجرة هنحل مشكلة. السباتي وتمانية السباتي، هيكون عندك اجتماع في العمل او اجتماع يخص المال والعمل. البستوني واحد، البستوني القص ده بيدل على فراق وخيانة من ناحية الصديق اللي انتوا هتنهوا علاقتكم بيه، العلاقة المزيفة. ستة البستوني ده بيدل ان انت لقاء مع شخص انت متحبوش او رحلة بعيدة طالت مدتها. هنختار ورقة مع بعض لمواليد برج الثور. عشرة، عشرة البستوني دي طلعت للناس المتجوزين، عشرة البستوني للناس المتجوزين. عندكم فراق للناس المتجوزة فقط لا غير، للناس المتجوزين فراق، زعل، غضب بينك وما بين زوجك، مشاكل على طول، زعل، غضب، ممكن كمان المشكلة تنتهي بالطلاق. دي للناس اللي متجوزة، حاولوا تحافظوا على هدوء البيت، حاولوا تحافظوا علشان خاطر ما تخسروش الحبيب او الزوج. تحياتي ليك يا مواليد برج الثور، اسبوع ممتع ان شاء الله باذن الله، اخبار تجديد في تجديد يا مواليد برج الثور.